في النهارده ماتش ما بين برشلونه وما بين فالنسيا، وكان المفروض انه زي ما حضراتكم عارفين الفارق كان 3 نقاط ما بين برشلونه وبين اقرب ملاحقيه اللي هو كان اتلتيكو مدريد، و4 اللي هو ريال مدريد. فاذا بالاخ اللي قدام حضراتكم ده ينكد علينا سانتياغو مينا ويسجل الهدف الثاني، وكان راكيتيتش كمان كان سجل الخطأ في مرماه في الدقيقة 26 علشان يا سيدي فالنسيا. جون غريب جدا بصراحة، جون من اغرب الاجوان اللي انا شفتها في حياتي. وبعدين بقى اللي ينقطك ايه؟ بعد ما الكرة ما دخلت الاخ بيكيه كل اللي عليه بيسقف. بتسقف لإيه يا عم؟ يعني اللي هو بيسقف بيحمس اللعيبة وبيحفزها. بيكيه نفسه جات له كوره والجون فاضي، ما اعرفش احنا المطلوب مننا نعمل ايه، نشيل الجون ونشيل له العرض ونسيب له الشبك عشان يجيبها جون؟ ما تفهمش. طيب يا سيدي، وبرشلونه بقى محاولات جاهده من كل حته في الملعب انه يعدل النتيجه، يا دوب هو واحد وخلاص. فواضح كده والله اعلم ان الدوري راح 76 نقطه و76 نقطه، وريال مدريد جاي زي الطلقه من ورا ما بيهركش. طيب خليني اقول لحضراتكم الجدول بقى عامل ازاي كده واحنا بنتفرج على بعض اللقطات من المباراه. برشلونه كده في الصداره، يعني في الصداره ومع اتلتيكو مدريد بفارق الاهداف طبعا 76 نقطه، اتلتيكو مدريد نفس القصه 76 نقطه، بعدين ريال مدريد في المركز الثالث 75 نقطه، فيا ريال في المركز الرابع 60 نقطه. ما يهمناش احنا، يهمنا لحد المركز الثالث اللي هو ريال مدريد جاي زي الطلقه من ورا، واتلتيكو مدريد برده نفس القصه، وبرشلونه قعد يتدلع ويتمطع براحته وهي شكلها هربت منه. ارقام بقى واحصائيات خاصه بمباراه برشلونه وفالنسيا هنعرضها لحضراتكم على الشاشه. برشلونه خسر 3 مباريات متتاليه في الليجا الاسبانيه لاول مره من فبراير 2003. تفتكروا ده له علاقه بحاجه؟ طيب، لاول مره بيخسر برشلونه مباراتين على ارضه على ارضيه ملعبه من اكتوبر 2003. احنا بنتكلم من 2003 واحنا في 2016. هو اللقاء المبروك اللي عمله ميسي هو اللي وصلنا لكده. سجل ميسي هدف رقم 500 في مسيرته الكرويه بواقع 450 مع برشلونه و50 مع منتخب الارجنتين. سانتي مينا بقى تاني لاعب بيسجل في مرمى برشلونه ذهابا وايابا في الليجا الاسبانيه في الموسم ده. ده ما يتعلق ببرشلونه وفالنسيا والدوري الاسباني.